التقارير على محمل الجد ونقيم الوضع. في سياق منفصل في الساعة 11 بالتوقيت الشرقي بالأمس تم قصف صواريخ نحو مطار كابول، والولايات المتحدة نشرت إجراءات لقض هذا الهجوم، والقوات الولايات المتحدة لديها حق مواجهة التهديد برد سريع. وفي هذه المرحلة من العمليات وخلال عطلة عمليات الإجلاء تستمر، وبالأمس 26 من الطائرات الأمريكية من درازة 17 غادرت من المطار، وكان هناك رحلات من كابول في الساعة 24 ساعة الماضية، وتشمل تحالف مغادرة التحالفات. وبالنسبة لليوم أكثر من 122 ألفا بما في ذلك 5000 أمريكي تركوا أفغانستان، وقوات الولايات المتحدة أظهرت شجاعة والالتزام كبير حيث وضعوا أنفسهم في خطر لإجلاء العديد من الأمريكيين والأفغانيين في هذه العمليات. هذا العمل من قبل أعضاء الخدمة الأمريكية ووزارة الدفاع، وأكثر من 7000 راكب يستمرون في التحرك لمناطق نشطة وفاعلة. واليوم 17 رحلة ستنقل حوالي 3000 راكب إلى مطار دالاس في رحلات، وإلى فيلادلفيا وإلى مطار فيلادلفيا الدولي في 6 رحلات، وفي نورثكاون هناك حوالي 13000 راكب يزالون في انعزالات أمريكية مختلفة، ونقل الموظفين يمر يجري بسلاسة من أفغانستان، ذلك لا يساوي العدد الإجمالي للأفغانيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة، ونضمن نقل أكبر عدد من الأشخاص من أفغانستان بما فيهم المواطنين الأمريكيين والأفغانيون المؤهلون الانتقال. الموظفين العسكريين والمدنيين يعملون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لنقل العائلات، والعمليات في أفغانستان ستكتمل قريبا. ودعم وزارة الدفاع للوكالات مستمر، وكذلك عمليات المساعدات الإنسانية لعودة الأشخاص إلى منازلهم. وفي هايتي نوفر دعم جوي لنقل المساعدات، وفي ساحل الخليج نستمر في التنسيق مع حراسنا الوطنيين لمساعدة 200,000 من موظفين في ألاباما ومناطق متعددة، وتوفير قدرات النقل لدعم جهود التعافي. الولايات المتحدة تقيم أثر العاصفة والإعصار كما Okay, I don't have anything to add, so we'll go to questions, Lita. سننتقل إلى الأسئلة الآن. أيها الجنرال، سيادة الجنرال، هل هذه الصواريخ الخمسة أدت إلى جرحى؟ وبعدما قيمنا التقارير بالأمس وجدنا أن 5 صواريخ نزلت في المجال الجوي حيث لم تؤدي إلى أي تأثيرات، وأحد الصواريخ أيضا نزل دون أحداث أي أضرار
لموظفينا بخصوص الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. هل عدد الأمريكيين الذين في البلاد؟ والأفغانيون أيضاً سيكتمل. إذن أنتم الآن تركزون فقط على نقل الأدوات الأمريكية. هناك ألف نستمر في الحصول على القدرة لإجلاء الأشخاص والعمل النشط السلمي سيستمر جنبا إلى جنب مع الإجلاءات، مع استمرار الإجلاءات. هل يمكنكما التحدث عن تأثير الصواريخ على عدد الطائرات الأخيرة التي ستغادر؟ وما سيحدث للسيروم بعد ذلك؟ نقيم كما قال الجنرال أن هناك تهديد نشط بأشكال متعددة، يجب أن نكون مجهزين لمواجهته. وهناك أنظمة محددة ومختلفة، لذلك يمكنك فهم لماذا نحن لا نقوم بذلك، ولكن سنستمر في الحفاظ على قدراتنا لحماية أنفسنا والدفاع عن أنفسنا، وهذه هي الأولوية. عدد منا حصل على تقارير من مواطنين أمريكيين أو الأفغانيون المستضعفون الذين لا يستطيعون العبور عبر البوابات قبل انتهاء الإجلاءات. ماذا سيحدث لهؤلاء الذين يتركوا بالخلف؟ هل ستكون هناك أي عمليات عسكرية لمساعدتهم في الخروج من البلاد؟ أعتقد أنك استمعت إلى الوزير بلينكن يتحدث عن ذلك، أنه بالنسبة للأمريكيين والأشخاص الآخرين الذين يريدون أن يحصلوا على حق الخروج من ترك أفغانستان قبل اكتمال الإجلاء، وزارة الخارجية ستستمر في العمل على مستويات عدة لتيسير هذا النقل. وكما قلت في وقت لاحق، أننا في الوقت الحالي نتوقع الجهود العسكرية. الجنرال تايلور، قلت أن صاروخ واحد وقع دون أي تأثير على، هل تعني بالقرب من المطار؟ لم وقع بعيدا عن المطار ولم يتسبب في أي أضرار. آيسيس فرع خراسان الذين استهدفتموهم بهجوم في وقت لاحق، لا أعتقد أن لدينا هذه المعلومة. وأخيرا، إذا 58% أمريكي تركوا أفغانستان، لماذا لا تستمر الولايات المتحدة في الإجلاء قبل انسحاب القوات من أفغانستان؟ أنا سعيد لإثارة هذه النقطة. بالطبع نحن نحن نساعد الأشخاص في الخروج، ونحن في حوار مستمر مع حكومة غاني ومع زملائنا في الARC، ولكن لا نعرف بعد متى سيكون الوقت الصحيح للقيام بذلك، ولكن أنا نتطلع لذلك. والعاصمة الإقليم ونحن نستعد لنقل كتيبة محددة من المارين، وتوقيت هذه الأشياء حساس للغاية. لا أقول ذلك، ولا أعتقد أنه من المهم الآن أن نتحدث عن الشؤون الداخلية، ولكن لأن الرئيس غاني ما زال رئيس البلاد، وعلينا أن نجري هذه الحوارات والمحادثات. ولكن توقعاتنا الآن هي أن
أن حكومة غاني ستبقى ولا أحد يعرف ولا يمكن توقع ما سيحدث بين ليلة وضحاها. أعتقد أنه في الوقت الحالي بينما نخوض لطالما كانت هذه عملية خطيرة، ولكن أعتقد أنكم تفهمون أننا لن نتحدث عن تفاصيل أي عمليات أخرى، ولكن لا زلنا نحافظ على قدرتنا في إتمام هذه الإجلاءات والحفاظ على القوات الأمريكية. بعيدا عن التحقيقات، هل هناك أي إشارات بأن هذه التقارير دقيقة؟ نحن لسنا في وضع يمكننا من التفاوض بشأنها، ولكن لا شك أنه ليس هناك أي جيش على وجه هذه الأرض يعمل لحماية الجرحى من المدنيين كما تفعل الولايات المتحدة، ولا أحد يريد إسحاق الأرواح البريئة، ونأخذ ذلك على محمل الجد. وعندما نعرف أننا أهدرنا الأرواح الأبرياء، نحن نتحدث بشفافية عن ذلك، فلن أتخطى تلك النقطة. ولكن إذا لدينا معلومة يمكن التحقق منها وسنكون سنتحدث بشفافية عنها، ولا نريد رؤية ذلك يحدث، ونؤمن أن هناك تهديد حقيقي وواضح ومحتم لاتجاه المدنيون داخل مطار حميد كارزاني. تقول أن احتمالية هجوم خلال الـ 26 ساعة الماضية كان محتمل، وأنه كان هناك هجوم من قبل سيارة بعد هذا الهجوم. هل هناك هجوم محتمل؟ نعمل تحت فرضية أننا علينا أن نكون جاهزين لمواجهة أي تهديدات مستقبلية. كان هناك بالطبع بعد مواجهتنا لتلك الضربة الجوية من هذه السيارة، كانت هناك هجمات صاروخية نحو المطار، لذلك التهديد ما زال حقيقي ونشط، وعلينا اتخاذ ذلك على محمل الجد، وسنستمر في القيام بذلك حتى بشأن طالبان. قلت أنك ستتحدث عن طالبان والمطار، ليس في الوقت الحالي. ذكرت أن 120,000 تم إجلاؤهم، كيف ما عدد الأسايبيز والعائلات؟ لا أعرف كم عدد الأسايبيز في العائلات، فهذه معلومات موجودة في وزارة الخارجية. نعرف أنهم 54,000 من المواطنين الأمريكيين والآخرين من الأفغان، وليس لدي تفاصيل أخرى. التقارير تقول بأنه هناك 7,000 شخص من 88,000، لذلك يترك 80,000 من الأشخاص من الذين كانوا يعملون في الأسايبي بالخلف. لا أعتقد، لا يمكنني التحدث عن الأرقام بالتفصيل الآن، ولكن هناك ما يتعدى 112,000 من الأفغان سيتم إجلاءهم في أقل من أسابيع. لا يمكنني التحدث عن أرقام محددة الآن، ولكن ما سأقوله لك هو أنه بالطبع نريد And in the course of a very short order of time, 122,000, the largest airlift that the U.S. military has conducted, got 122,000 people to safety. Now, there will be a time when this is complete that the State Department can do the math and figure this out. But I think we're all focused right now on
ولكن ما أتحدث عنه الآن أننا سنستمر في العمليات التي يقوم بها الجنرال والتأكد حتى النهاية لإخراج الأشخاص بأمان بما في ذلك من تم إجلاءهم بالرغم من عدم ولكن Have you heard this as well, and can you confirm this? I have not heard those reports. I cannot verify them. I will tell you that without speaking to these reports, the Marines and the soldiers that have been helping consulates and mandates to help people in Afghanistan did heroic work. Decisions in real time. أمر مهم وهناك العديد تم إنقاذ العديد من الأشخاص والعديد من الأشخاص الآن في مكان أفضل وسيحصلون على فرص لم يتمكنوا People to self-identify while approaching their self-claimed maritime territories. This policy reportedly goes into effect on Wednesday. Does DOD plan on following that policy? I haven't seen this report, Carlos, so I'm not going to take it from the plan. What I will do is take the question back, and we'll try to get you a better answer, but you hit me up with a statement from the Chinese that I'm not seeing, and I'm not going to speculate at this time. Is there a question from the Chinese wants me to ask you? They said, why President Biden not warning the Taliban that the Taliban يريدونني أن أسألك لماذا الرئيس بايدن بينما قتل حلفاؤنا الأفغانيون في أفغانستان قيادتهم فقط مثل تم الاستهداف داعش. أشكرك لسؤالك. أعتقد أن الرئيس كان واضحا بشأن توقعاتنا وما قلتني كامل بشأن أمن المواطنين الأمريكيين ونحن كنا واضحين بشأن ذلك وكما استمعت للرئيس بلينكن سنستمر في السعي نحو طرق متعددة لمساعدة الأمريكيين الذين يريدون المغادرة بشأن الرحلات التي تتجه إلى دالاس هل يمكنك توضيح كم عدد الأشخاص الأمريكيين والأفغانيين الذين سينقلون عبر هذه الرحلة؟ يمكنني إعطاء العدد. ما نعتقده أن 17,300 من الأفغانيين الأغلبية ستكون من الأفغان. ويغادر الأمريكيون أولاً والحاصلون على الكارت الأخضر ولكن الأغلبية ستكون من الأفغان. هل يمكنك أن تحدثنا قليلاً؟ What I go back to is you know, commanders on the ground عندما retain that authority and the capability to remove or destroy equipment and weapons to ensure that those don't fall into the hands of anybody else. I think when the time is right, we'll be able to try to help better force that out. من مساعدة ولكن لا هناك ليس هناك وقت لذلك الآن. بشأن الضربات التي جاءت من السيارة هل تعتقد أن هذه to civilian casualties. So do you, are you?
إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للبنتاغون، وجاء فيه الكثير عن عمليات الإجلاء. عملية الإجلاء شملت 5400 أمريكي واستهداف مطار كابول بالصواريخ، لم يؤثر على عملية الإجلاء، كما أن بعض الصواريخ سقطت داخل منطقة المطار. فيما قال المتحدث أن الولايات المتحدة لديها القدرة اليوم على مواصلة عمليات الإجلاء من كابول حتى النهاية، وأضاف أن أكثر من 27,000 مدني أفغاني ينتظرون اليوم مغادرة مطار كابول. تحدث أيضا عن أن 17 رحلة ستنقل 3,000 راكب اليوم إلى مطار دالاس. تحدث عن أن خطر الإرهاب لا يزال مستمر وحقيقي وراهن، وهم على أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه الأخطار لإتمام عملية الإجلاء بالمقابل.